إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية الكريمة نحفظها جميعا ولله الحمد، ولكن بعض الناس لا يفهمها حق الفهم، ويتصور أن ما وعد الله عز وجل به في هذه الآية المباركة من حفظ الذكر إنما ينصب ذلك فقط على كتاب الله عز وجل، ولا يتناول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس، فإن الذكر في هذه الآية المباركة كما يتناول القرآن بالدرجة الأولى فهو يتناول كل ما له تعلق بفهم القرآن، فليس فقط حفظ الذكر المراد به القرآن، بل كل علم من العلوم التي هي وسيلة لحفظ كتاب الله وفهم كتاب الله ومعرفة مراد الله من كلامه العزيز، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل لكتابه العزيز، فهو محفوظ تبعا لحفظ القرآن الكريم. ولهذا كان من أهم ما يعتمد عليه في فهم كتاب الله عز وجل هو السنة المشرفة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس لك وليس أمامك من سبيل أن تفهم القرآن فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بشهادة القرآن هو المبين عن ربي والموضح عن ربي والشارح لكلام ربي، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا لا نستطيع أن نصلي كما أمرنا الله عز وجل بالصلاة إلا إذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أي الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه العزيز هي تلك التي أصليها أنا. فإن أردتم معرفة الصلاة التي أرادها الله منا فانظروا إلى سنتي، فانظروا إلى كيفية صلاتي. ولهذا نجد هذا الصحابي الجليل، أحد الصحابة الكرام الذين روي عنهم الكثير من صفة رسول الله، من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو الصحابي الجليل وائل ابن حجر. وائل ابن حجر كان من أهل اليمن، كان من أهل اليمن بعيدا كل البعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أهل اليمن من يعلمهم شرائع الإسلام، أرسل إليهم أبا موسى الأشعري، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب، وأرسل إليهم معاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة الكرام. فبالضرورة كان وائل بن حجر قد تعلم الصلاة من هؤلاء الصحابة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ليعلموهم شرائع الإسلام.
ومع ذلك لم يكتفي وائل بن حجر بهذا، بل سافر من اليمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس له هم إلا أن ينظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. كيف يصلي رسول الله؟ كيف يصلي؟ كيف يركع؟ كيف يسجد؟ ماذا يقول؟ كل ذلك أراد أن يأخذه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علوا في الإسناد ومعرفة بأن الصلاة الحقيقية هي التي أمرنا الله بها، تلك التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا صحابي واحد، قس على هذا سائر الصحابة الكرام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذن عني مناسككم، أي مناسك الحج. يعني إذا أردت أن تحج فانظر إلى حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فافعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينئذ تكون قد حججت الحجة التي أرادها الله منك، التي أمرك الله بها في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا سنة رسول الله هي الشارحة لكتاب الله، وليس لنا من سبيل لفهم كتاب الله إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شبهة يروجها أعداء الإسلام قديما وحديثا، يقولون إن السنة ليست محفوظة كما أن القرآن محفوظ. ولا تتصور من قائلي هذه الشبهة أنهم يدافعون عن القرآن، وإنما مشكلتهم مع السنة. لا، إنما يريدون أن يطعنوا في القرآن من خلال طعنهم في السنة، لأنهم علموا أن القرآن لا سبيل إلى فهمه فهما صحيحا إلا عن طريق السنة. فإذا سقطت السنة وتم الطعن عليها، حينئذ ينسحب الطعن إلى القرآن تلقائيا. فلا تتصور أن هؤلاء يريدون القرآن، وإنما يشككون في السنة. ومع ذلك فهذه الشبهات التي يروجها أعداء السنة قديما وحديثا كلها وهاء، وكلها هباء، وكلها أوهى من بيت العنكبوت كما قال الله عز وجل. من هذه الشبهات يقولون إن السنة لم تدون في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما دونت بعد وفاة النبي بنحو 100 عام. وعليه فعندما تدون السنة بعد مرور 100 عام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يدونها لابد أنه سيغلط، لأن هذا الذي دون في هذا الزمان المتأخر لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء على باطل لا يعرف منتهاه إلا الله عز وجل. فأولا، السنة كانت مكتوبة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبمعرفة وعلم وإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الذي خصه الله عز وجل بأن لا ينسى شيئا سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله دعا له بذلك، فببركة دعاء النبي له ما كان يحتاج إلى كتاب، بل كان صدره وعاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا له النبي بأن لا ينسى شيئا سمعه منه، وكان كذلك. ومع ذلك هو القائل، هذا أبو هريرة هو القائل: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني، وهذا أمر مسلم به، لكن قال: إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ لماذا يخص عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال: لأنه كان يكتب ولا أكتب. يعني كان يكتب الحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أبو هريرة فكان يعتمد على حفظه. فإذا كان هناك من الصحابة من يكتبون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمان رسول الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يأذن لهم بذلك ويقرهم عليه. وعبد الله بن عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه وأرضاه هو نفسه القائل
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ ذلك بعض قريش قالوا إنك تكتب كل ما تسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله بشر من البشر، فلربما قال في حالة الغضب شيئا لا يحب أن يكتب عنه، فلماذا تكتب كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاستشكل عبد الله بن عمرو هذا الأمر، فذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله إني أكتب كل شيء أسمعه منك، وإن قريشا قد نهتني عن ذلك، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يصيب كما يصيب، يرضى كما يرضى الناس، ويغضب كما يغضب الناس، فهل أكتب عنك كل شيء؟ فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له عليه الصلاة والسلام أكتب فإني لا أقول إلا حقا، أكتب فإني لا أقول إلا حقا، وفي رواية أخرى أكتب فلا يخرج من بين شفتي إلا حق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكتابة كانت في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تكن فقط في الزمان المتأخر. وهناك فرق بين أمرين، بين الكتابة وبين التدوين، وهذا أمر يخلط فيه كثير من الناس. الكتابة كانت موجودة، كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الذي تأخر هو التدوين، والتدوين بمعنى الجمع، أي ما كتب، ما كتبه فلان وفلان 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 جمع في ديوان واحد، لكن كل ذلك كان قبل ذلك مكتوبا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن القرآن كان الصحابة يكتبونه، يكتب بعضهم يكتب على أوراق الشجر، وبعضهم يكتب في اللخاف ونحو ذلك، فكان القرآن مكتوبا في زمان رسول الله. ثم جاء أبو بكر فجمع ما تناثر من هذا المكتوب، فأمر زيد بن ثابت أن يكتبه في المصحف، ثم جاء بعد ذلك عثمان فكتبه بالخط العثماني الذي توافقت وأجمعت عليه الأمة. فالكتابة موجودة في زمان رسول الله، أما الجمع والتدوين هو الذي تأخر. ولكن أعداء السنة يريدون أن يشككوا الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الحفظ. بعض الناس يتصور أن حفظ الصحابة كحفظ أمثالنا. إن العرب قديما حتى في الجاهلية كان الحفظ عندهم أوثق من الكتاب. قد حباهم الله عز وجل بحافظة شديدة، حتى إن الواحد منهم كان يسمع القصيدة من 100 أو 200 بيت مرة واحدة، يسمعها فيحفظها. كان هؤلاء العرب، حتى قال عمر بن الخطاب الشعر ديوان العرب، أي الشعر هو ما تعرف من خلاله العرب تاريخهم وحياتهم وعاداتهم وثقافتهم من خلال الشعر، والشعر إنما وصل إلينا عن طريق الحفظ لا عن طريق الكتابة، وما زلنا إلى يومنا هذا نعرف هذا الشعر الذي كان موجودا قبل الإسلام. فكيف بصحابة عاشروا رسول الله ويعلمون أن كلامه وحي من الله، كيف لا يهتمون بحفظه وإتقانه ومعرفته كإتقان العرب لكلامهم وأشعارهم وأدابهم؟ لا شك أن الصحابة كانوا أحرص على معرفة ذلك. انظر أبو هريرة وهو الذي كان يعتمد على حفظه، وكان آية في الحفظ رحمه الله رضي عنه. يقول بعض الرواة أمر بعض أمراء بني أمية أبا هريرة أن يحدثهم ببعض الأحاديث التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكتب عنه في كتاب. فجلس مجلسا في قصر هذا الأمير، وأملى عليهم من حفظه أحاديث دونوها في كتاب. ثم بعد أن مرت سنة كاملة على هذه الحادثة، قال نفس الأمير لأبي هريرة: نريد أن تملي علينا نفس الأحاديث التي أمليتها علينا العام الماضي، فإن الكتاب قد ضاع. أراد أن يختبر أبا هريرة، أن يختبر حفظه. فأخذ أبو هريرة يملي عليهم نفس الأحاديث التي حدثهم إياها منذ عام،
ورجل واقف في مكان لا يراه أبو هريرة ومعه الكتاب الذي كتب قبل ذلك، ويقابل ما في الكتاب بما يسمعه من أبي هريرة، فما قدم ولا أخر ولا نقص ولا زاد، بل حدثهم بتلك الأحاديث التي حدثهم بها عام الأول كمثل ما هو في الكتاب، لا ينقص ذلك ولا يزيد شيء. فعرفوا أنه كما قال رسول الله وكما دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. جاءها عروة بن الزبير، عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء، وقال لها إن عبد الله بن عمرو بن العاص قادم اليوم، قادم هذا العام للحج، لأن عبد الله كان في مصر، أي قادم من مصر لمكة للحج. فقالت له عائشة: يا عروة، إن عبد الله بن عمرو قد حمل عن رسول الله علما كثيرا، فلا يفوتك التعلم منه وسؤاله عن العلم. فلما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه بأحاديث، فحملها عنه عروة بن الزبير. ثم بعد العام، أي في الحج الذي بعده، جاء أيضا عبد الله بن عمرو ليحج هذا العام أيضا. فقالت له عائشة لعروة: إن عبد الله بن عمرو سيحج هذا العام أيضا، فاسأله عن تلك الأحاديث التي حدثك بها في العام السابق. فلما أن جاء عبد الله بن عمرو سأله عروة عن نفس الأحاديث، فما قدم وما أخر وما زاد وما نقص، حدثه بتلك الأحاديث كما حفظها، مع أنه كان يعتمد على كتابه، لكن أيضا كان عنده الحفظ. فقالت له عائشة: انظر إلى عبد الله بن عمرو، حدثك بالحديث منذ عام كما حدثك به الآن، هذا يدل على أنه حفظ وأتقن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.